تشرب ايه؟ ده واجب علينا احنا، انت في حتتنا يعني. الله يخليك. خير يا باشا؟ طلعت موافي. ياه، الله يرحم ويبشبش الطوبة اللي تحت راس الناس الحلوة بتاعت زمان دي. ده كان أحسن ساكن عندي، لا بيأخر أجرة ولا بنسمع له حس كمان. اللي أنا عرفته عنه إنه كان مدمن مخدرات وبتاع قمار. لا يا باشا، اللي قالك كده كذاب وما عندوش ضمير، ضميره وحش. إذا كان اللي قال لي ده ابنه. ابنه مين يا باشا؟ ياسر. طلعت لكان عنده عيل ولا تايل. انت متأكد من الكلام ده عم مسعود؟ عيب يا باشا، هو انا بتوه عن اللي بقوله؟ طلعت ما كانش عنده اولاد خالص. زي الكلام ده. طيب يا عم مسعود، استنى مني تليفون قريب لاني هحتاجك. تحت امر حضرتك في اي وقت. استأذن انا بقى؟ اتفضل. طيب عمي مسعود، انت فين يا راجل؟ كويس ان انا لقيتك. الفلوس في جيبي زي ما تكون عصافير وعايزه تطير. اه والله، خد عم مسعود. ايه ده؟ انت مين انت يا راجل انت؟ وفلوس ايه دي؟ لا حول الله يا رب، انا فرج اللي ساكن في العماره بتاعتك في الدور الثالث. دي فلوس الايجار بتاع كل شهر، بس انا كنت مستنيك لغايه ما ترجع من عند المحروس ابنك بالسلامه. الا بصحيح، هو عامل ايه دلوقتي؟ انت يا ابني انت ناوي تجنني؟ انا اول مره اشوفك. هو انا يعني تايه عن الناس اللي ساكنه عندي؟ يا عمي مسعود، انا خالع ساعه من المحل عشان اكل لقمه، وما عنديش وقت للرغي ده. الايصاله اهو اللي انت كاتبه بايديك، امضيتك دي ولا مش امضيتك؟ الفلوس معاك يا عم مسعود، والاستاذ شاهد علينا، في اي وقت ابقى عدي اخد الايصال الجديد. امين. سلام يا راجل. طيب لو سمحت، أمرني يا بيه. حضرتك ساكن هنا من زمان؟ عمري يا بيه. بتسأل ليه حضرتك؟ تمام. تعرف ده؟ ياسر؟ طبعا عارفه، ده كان بلسم عكس ابوه خالص. طلعت الله يرحمه كان بيطلع عيني الوادي عيني، ولما مات ياسر ساب البيت وهج، ومحدش عارف اراضيه فين لغايه دلوقتي. والنبي سعادتك لو شفته قول له فرج بيسلم عليه وبعد عليه يا السور. طب متشكر. تحت امرك يا بيه. حفظ الله يا استاذ، حفظ الله. ايه يا باشا؟ كله تمام سعادتك. كويس قوي. وكمان مشي؟ طيب يا فرج، بلغني بأي جديد. سلام. متقلقش، كله تمام. الراجل بتاعنا اتحرك في الوقت المناسب. أنا قلقان كمان يكون شك في حاجة ويبلغ إلهام ولا محمود. كان لازم تلحقه قبل ما يروح اسكندرية. أمنعه إزاي يا راجل؟ ده كلام نظري. أنت اللي لازم تسيطر على إلهام وتخليها تطلب من كمال إنه يبطل تدوير. أنا مش عارف هما الاتنين بينخربوا ورا الموضوع ده ليه. ما خلاص علي رجع. كل اللي بيحصل ده بسبب الزفت اللي اسمه عثمان. لو كنا وصلنا له ما كناش عملنا الفيلم ده كله وجبنا حسن. ما كانش قدامنا وقت. وبعدين مش عثمان اللي بعت الصوره، اكيد حد تبعه. لان عثمان بعد ما خرج من السجن سافر بره مصر، عشان كده كان لازم اكسب وقت لحد ما اوصل للراجل بتاعه. ظهور حسن على انه علي بيربك حسابات عثمان والراجل بتاعه هيخليهم يسعروا. طب وبعدين؟ انا تعبت من التوتر اللي انا فيه ليل ونهار ده. تلاش، انا بتحرك في اكتر من اتجاه، وان كان على كمال انا مسيطر على الوضع، ورجالتي حاطين عينيهم عليه وبيعرفوا يتدخلوا في الوقت المناسب زي ما حصل النهارده. طب المره اللي جاي لو ما لحقتوش ولا كشف حسن هنعمل ايه؟ ساعتها انا هتصرف. طول ما انا جنبك ما تقلقش. هات الزرادية والنبي. بقولك ايه،
انا قايله لك تيجي تقعد معايا في الشغل عشان اتكلم معاك، مش عشان كل ما تشوف حاجه عايزه تتصلح تقعد تصلحها لي بالساعات. يا ابني يا حبيبي، في ناس شغلتها هنا انها تصلح الحاجات دي. يا حبيبتي انا وبست والله، انا بشتغل مش بتضايق من حاجه، انا هخلص بس الحاجه اللي بعملها دي واجي لك طوال لما نشوف. صباح الخير. صباح النور. ازيك يا باشمهندس؟ تمام تمام تمام. اتفضل. بقول لك ايه، هو الكهربائي ده شاطر؟ اصل بدور على حد ومش ملاقي. ده ابني. ابنك؟ ما شاء الله، ما كنتش عارف اني عندك ولاد في السن ده. اسمه ايه؟ علي. تعال اعرفك عليه. علي باشمهندس اسامه، من اهم الكلاينتس عندنا هنا. اهلا، ازي حضرتك؟ ازيك انت؟ تشرفنا يا فندم. الشرف ليا. انا بقول يلا بينا بقى عشان ما نتاخرش على ميعادنا، وبيتهيالي نمشي ورا بعض بالعربيات احسن. لا مفيش داعي، سيبي عربيتك ونتحرك بعربيتي انا. طب وليه التعب؟ ايه اللي هيرجعك هنا تاني؟ انا همشي وراك بعربيتي. انا كده كده راجع، عندي مشوار هنا جنبك، مفيش تعب ولا حاجه. متاكد؟ اه طبعا متاكد. علي ما تيجي معانا؟ لا يا حبيبتي، عندي شغل في المشتل لازم اخلصه والله. طيب ما تتعبش نفسك. ماشي. اتفضلي. بس برافو عليك انك معوده انه يشتغل بايده ويعتمد على نفسه كده. انا عندي ابن تقريبا في السن ده، وبصراحه مش شاطر غير في بعثات الفلوس. لا ما انا عندي مروان الصغير كده برضو، انما علي حاجه تانية خالص. ازاي؟ قصه طويله قوي. طب انا احب اعرفها ده طبعا لو ما عندكيش مانع. بس كده، في حاجة تانية محتاجين نعملها؟ لا لا كل حاجة تمام. ايه ده؟ انت جيتي امتى؟ مش انت المفروض في الشركة؟ خلصت الشغل بدري فخليت رامز يجيبني هنا. حلو قوي، جيتي في وقتك. تعالي عايز اوريكي حاجة. تعالي. انت وحشتيني قوي. انا بصراحه مش عارف انا هكمل كده ازاي بعد ما كنت بشوفك كل يوم. هو انت مش هترجع تشتغل على عربيه مدام الهام لما سيد يرجع؟ هي بصراحه كده شكلها لا. اللي انا فهمته ان انا هكمل مع راجي بيه، لان هو المفروض مشاويره كتير ومحتاج حد تحت ايده طول الوقت. وعم سيد كده من ساعه ما تعب شكله كده مش هيرجع تاني. لا هو شكل الشغل مع راجي بيه عجبك قوي، والمكان هنا ما بقاش عاجبك. مش بخاطري، مش بخاطري صدقيني، انا وعليا ادخل بالعربيه دي في عمود. ما هتشرع عليك يا رامز اللي انت بتقوله ده. طب هو احنا ليه كل مره لازم نتقابل يبقى هنا في الشغل؟ عنك عنك عنك، ما ينفعش نخرج في عزومه، خروجه، اي حاجه بس نبقى لوحدنا. لا اصلا انا ما بخرجش مع اولاد. وانا اولاد برضه يا ساره؟ تفهم في النجارة كمان يا علي؟ اه طبعا، هي دي كانت من الشغلانات الكتير اللي انا اشتغلتها قبل كده. انت بتعمل ايه؟ كده بقى ستي، بصنفر الخشب وبنعمه. هاتي ايدك كده. Thank you.
شغلنا صعبة قوي. أنا بحب المكان ده قوي، كل ما باجي هنا ببقى عايز أفضل على طول ومش بكون عايز أروح. هو مكان حلو قوي فعلا. هو أنت لو قالوا لك تختار مكان تعيش فيه حياتك للأبد هيكون فين؟ للأبد؟ مش عارف، عمري ما فكرت في الموضوع ده قبل كده. طيب بص، أنت تحكي لي عن حياتك قبل كده، الأماكن اللي بتحب تزورها والحاجات اللي بتحبها، وأنا هقول لك مكان تعيش فيه مبسوط للأبد، إيه رأيك؟ بص يا ستي، دايماً كده في الأماكن اللي بروحها وبعيش فيها فيها حاجات بتأثر فيها بتخليها أرجع لها تاني. يعني مثلاً مصر القديمة، أحب كده أروح هناك أتمشى على الكورنيش وأكل ذرة وترمس، وممكن أنزل أركب فلوكة، وساعات كده بقى أحب أتمشى القلعة مشي. أحب بقى كمان أروح عند العين اللي في مصر القديمة دي، أكل هناك وأسمع حكايتها من الناس. عين إيه وإيه اللي بيحكوه عنها؟ عين كده مياه في النيل، وبيقولوا عنها إنها مسحورة. إيه بجد؟ آه والله. علي أنا عايزك تاخدني معاك هناك هشوفها. يا كيمو، ياض مالك في ايه؟ خد فلوسك يا معلم نصر وعدها، اوعدك انه مش هيعتبها تاني. ماشي يا ابو علي. فكوه، كانش العشم يا نصر تلم رجالتك عليا يربطوني زي الدبيحه؟ احنا اصحاب يا جدع، ولا ايه؟ عشان انا افتكرت يعني نسيت وقفتي جنبك زمان. خلاص يابا ملوش لزوم الكلام ده، انت مش شايف منظرك كان عامل ازاي؟ يلا نمشي. هات العكاز. متشكرين يا معلم نصر. عفوا يا استنى، اخر مره رجلك تعبت بالمخروبه دي يا توفيق، انا سبتك المره دي كرامه لابنك. انت بتهددني يا نصري؟ انا لسه توفيق الاعرج اللي كان بيلايم منطقه من المغرب لوحده ومن غير ولا نفس. خلاص يا معلم خلاص، معلش والنبي هات ولادك معلش. يلا بس فين بقول لك ايه؟ انا جاتك المره دي بس عشان خاطر كريم، اقسم لك بالله العظيم ثلاثه لو حصل التاني اخليهم يدمدموا وشك. ويهون عليك ابوك يا حسن. اه ماشي. هو مروان جاي حفلة اخويا خالته ولا لسه قافش عليه؟ والله يا بنتي ما تهيأليش انه هيجي. يعني انت متأكدة خالته ولا يمكن يكون جاي؟ مش عرفني، هو مروان ده حد بيعرف له حاجة؟ كل شوية بحال، يمكن يخيب ظني وبص نلاقيه جه. في ايه يا ليلى؟ سرحانة في ايه؟ يلا بسرعة عايزين نخلص. حاضر. فوز طمنيني، ايه الأخبار؟ الحمد لله كل حاجة تمام. طب الحمد لله، ميرسي قوي يا ليلى تعبناكي معانا النهاردة. طب حضرتك راحة يا مدام إلهام، ربنا يسعد قلوبكم يا رب. وقلبك الحلو يا حبيبتي. طب بقولك إيه، أنا لازم أجري على الكوافير لأني اتأخرت جدا، لما بتوع كيترينج يجيبوا الأكل. ما تقلقيش أنا إن شاء الله هبقى معاهم، روحي أنت ميعادك وتطمني. طيب أوكي يلا باي باي. يلا باي باي. أنا بتهيألي الراجل ده عنده زهايمر، هو مفيش حد هيدفع فعلا إلا إذا كان مأجر من صاحب المكان. الحقيقة يا عمي أنا ما بقتش مرتاح للحكاية دي كلها، في حاجات كتير قوي مش قادر أفهمها، عشان كده كلفت سامح يدور على أي حد من قرايب اللي اسمه طلعت موافي ده، هما اللي هيقدروا يقولوا لي هو لقى علي إزاي وليه ما بلغش البوليس لما لقاه.
أكيد الراجل ده ما بيخلفش. ما صدق إن هو لقى علي واخد واتمناه ورباه. طبعا هو عارف إنه لو بلغ البوليس البوليس هياخده منه. برضه لازم أسمع من حد من قرايب طلعت لغاية ما أوصل لحقيقة اللي حصل بالظبط. طب ولما إلهام تسألك عملت إيه؟ هتقول لها إيه؟ مش عارف. أنا الحقيقة مش عايز أقول لها أو أتكلم معاها إلا لما أوصل لحاجة ملموسة فعلا. أنا مش عايز أقلقها. كفاية اللي هي فيه وكل اللي شافته. إيه رأيك يا نانسي في القصة دي؟ تليق عليا؟ لا مش هتبقى حلو عليكي القصة دي. وريني خليني أنقلك أنا حاجة. بصي دي فظيعة هتبقى تحفة عليكي. بس دي يعني شبابي قوي متهيألي تليق على لينا وأروى أكتر مني. هو إيه اللي شبابي قوي ولينا وأروى؟ حبيبتي إحنا لو ما كناش اتجوزنا بدري ما كناش خلفنا البنتين الكبار دول. وبعدين أصلاً اللي بيشوف لينا وأروى جنبنا بيقول عليهم إخواتنا مش بناتنا. لومي أنتي لازم تعملي نيو لوك. راجي لازم يشوفك مختلفة كل شوية. الرجالة بتحب التغيير. ألو إيه يا حبيبة ماما؟ لا أنا معلومي عند الكوافير بنعمل شعرنا. إيه أنتي مش جاية تعملي شعرك ولا إيه؟ يعني إيه مش جايين؟ هو جنبك؟ اديهوني. مرموري يا قمر يعني ايه مش هتيجي؟ لا يا حبيبي الحفله في بيتك ولازم تبقى موجود. مفيش الكلام الفاضي ده. بقولك ايه يا مروان انا مش هناقش. انت تجيب اروى وتيجوا الحفله. هنستناكوا اوكي؟ يلا باي يا حبيبي باي. ايه قالك ايه؟ العادي هفكر مش عارف هشوف. عنيد جدا عامل زي راجي. مع ان احنا كلنا اتكلمنا معاه بس مفيش فايده. هو مصمم نفضل كده متفرقين. حبيبتي الولاد في سن مروان مالهمش في الحفلات العائليه دي. بيتبسطوا اكتر مع اصحابهم. وبعدين سيبك بقى من الكلام ده وخلينا في المهم. انا عايزاكي تغيري لون شعرك النهارده. نو واي انا مش ممكن اغير الاسود. مين هيعمل شامبو؟ انا. اتفضلي. هو ايه ده اللي نو واي ومش هغير الاسود؟ ما تسمعي كلامي بقى. نانسي انت عارفه انا بحب الاسود. ايه الاخبار يا بنات؟ مبسوطين؟ محتاجين اي حاجه؟ شور ما تكسفوش. اوكي القصة تجنن يا إلهام بجد؟ طبعا تجنن مش أنا اللي منقيها لها. لا بجد وشك نور. أنا أول مرة أشوفك مبسوطة كده. أنا الحمد لله الأيام دي مرتاحة جدا الحمد لله. بقول لك يا لومي مش المفروض بقى إن علي يبتدي ينزل الشركة مع راجي؟ أكيد بس الحقيقة مش عارفة إمتى. هو ده المفروض مش الابن الكبير وإن شاء الله يمسك الشركة بعد عمر طويل. حبيبي عايز اعرفك على الناس الدكتور فاروق ومدام حنان. اهلا علي حبيبي. على السلامة. الحمد لله. على السلامة. الله يسلم حضرتك. تعالى اعرفك على الدكتور احمد. تعالى دكتور احمد. تعالي يا ابني دكتور احمد ومدام ديرة. ربنا يبارك. ربنا يبارك. ربنا يخليك. ربنا يخليك. ربنا يخليك. تعالى اعرفك على اصحابي. تعالى علي ابني. الحمد لله على السلامة يا حبيبي. الله يسلم حضرتك. هاي علي. ازيك؟ هاي علي. ازيك حضرتك؟ زي القمر. في شبه كبير منك يا الهام. انا حلوه كده؟ ايه مالك مخضوض من هنا كده ليه يا علي؟ احنا صاحبات مامتك وجانكو. لا خالص حضرتك ده انتوا منورين الدنيا.
طب انا بس همشي واجي تاني. رايح فين؟ اروح بس اعمل حاجه انا ولينا. طيب يا حبيبي. هو بيكسف ولا ايه يا الهام؟ شويه قصير. نيمة هاي، ازيك؟ عامله ايه؟ اخبارك؟ طيب علي اخويا. طيب علي عامل ايه؟ اخبارك؟ طيب الحمد لله. الحمد لله. انا هسيبك بقى. هي هاي يا اهلي. هاي عامل ايه؟ الحمد لله. يا دودو شكله كيوت بس مش حاسكوا شبه بعض قوي يا لينا. مش كل التوأم شبه بعض يا دودو. طب ايه مصاحب ولا ايه؟ معرفش، ما سألتوش اكيد. لا خليكي بقى مفيدة اكتر من كده يا ماما. في ايه؟ طب انت سبتيني ورحتي فين؟ ازيك يا علي؟ انا ازاي حضرتك؟ دال يا صاحبتي. لينا ما بطلتش كلام عنك بصراحة، شوقتني اشوفك. انت حكايتك دي لازم تتعمل رواية يا فيلم. انت مؤلفة وبتكتبي قصص؟ لا انا خريجة اعلام صحافة واشتغلت فترة صحفية ودلوقتي في شركتكو اتش ار. اه بالواسطة طبعا، اصل جدها صاحب جد. ما تصدقهاش على فكرة، انا شاطرة جدا. ما هو باين. ايه ده، انا حاساك بتتريق. على فكرة انت لسه ما تعرفنيش، انا في الشغل حاجة تانية خالص بجد، بس بره يعني بحب اهزر واضحك طول الوقت. انت ما شفتش جده؟ لا ما شفتوش. طيب انا هروح ابص عليه. وانت بقى كنت عايش فين قبل هنا؟ كنت عايش في اسكندرية، وبعدين يعني واحد معرفة جاب لي شغلانة هنا فاضطريت ارجع على مصر. كنت بتشتغل ايه؟ انا حاجات كتير، مرة نجار، مرة اشتغل في السباكة، مرة اشتغل في الكهرباء، كل يوم بشغلانة. بس برافو عليك، على فكرة انا بيعجبني قوي الناس الطموحة اللي زيك، بحسهم بجد بيتحملوا المسؤولية بدري، مش مستنيين بقى المصروف من بابي ومامي وكده. علي هو انت معايا؟ علي انت معايا؟ معاك يا بس بعد اذنك ثواني بس اروح اعمل. اوكي. شفتك واقف لوحدك فقلت اجي اتكلم معاك لو ما كانش يضايقك. ابدا. ازيك يا كمال؟ انا كويس الحمد لله. بقولك يا فريد، مفيش جديد في موضوع صاحب العربيه اللي كانت في الصوره اللي بعتها لك راجل؟ لا مفيش حد من تلامذتك وصل لحاجه؟ محدش بيدور اصلا. طب ليه؟ موضوعه اتقفل، وبعدين علي هناك اهو. ايوه بس موضوع صاحب العربيه ده موضوع مهم جدا، ممكن يوصلنا لحاجات كتير كانت تايهه عننا، لازم نعرف هو فين. ولما تعرف هيحصل حاجه؟ تفتكر انه مجرد انه عربيته كانت موجوده في الصوره ده دليل على اي حاجه؟ حتى لو ما كانش هو اللي خطف علي، ممكن عن طريقه نوصل للجاني الحقيقي. واحد بيوصل لواحد يا فريد. انا شغلي كظابط. ظابط سابق يا كمال. ظابط سابق. الظاهر ان انت بتنسى. سلام يا متر. هاي كمال، ايه الاخبار؟ مبسوط؟ طبعا طبعا الحمد لله. ايه اخبار موضوع اسكندريه؟ الحقيقه مفيش، كل السكان اللي كانوا ساكنين زمان كلهم عزلوا، اللي موجودين دلوقتي ما يعرفوش اي حاجه عن علي. يعني مفيش امل نلاقي الراجل اللي ربى علي؟ الهام انا مش ساكت وبدور، كل اللي انا عايزه انك تهدي وما تقلقيش. حاضر حاضر يا كمال. كنا ماشيين بالثلاجات، عايز احترم الهام. كلهم عند الهام. عن اذنك. اتفضلي. نعم يا راجل. في ايه؟ يا حبيبتي سايبه الناس لوحدها كده. احلى طبقين في احلى حفله. اتفضلي. تعبك. منينك. بصي هو انا ببقى مبسوط قوي في الوقفه اللي احنا بنوقفينها دي، ممكن نقعد ساعه ساعتين، بس انا بحس ان احنا مهما قعدنا الموضوع كله بيخلص في لحظه. طيب ادينا هو لوحدنا، عايز تقول ايه؟ بصي هو انا ساعات كتير كنت بسال نفسي، هو واحده زيك خريجه كليه بتشتغلي في مشتل ليه؟
طيب بص، اولا انا مرتاحه جدا في الشغل مع مدام الهام، هي بحس ان هي مامتي. ثانيا بقى، انا بابايا كان شغال في مشتل يعني من وانا صغيره وكده، ف قبل ما يقعد يعني ويتعب وكده كانت بتبقى اسعد لحظات حياتي فعلا لما بروح معاه المشتل واقعد وسط الزرع والخضره والورد. بس هي مش عشان اشوف رامز اسلم على رامز. خفيف قوي حضرتك. طب كملي. لا اكمل ايه، ما انا كده خلاص خلصت. وبعدين كل مره انا اللي بتكلم، يعني انا كمان عايز اعرف عنك حاجات كتير. عايز تعرف ايه؟ يعني ايه اللي يخلي واحد خريج كليه زيك يشتغل سواق على عربيه؟ تنسيق. بجد؟ مفيش يا ستي، انا لما كنت في ثانويه عامه في السويس كنت مهووس بحاجه اسمها عربيات. كنت باخد عربيه ابو واحد صاحبي كان راجل غني، كنت اخدها اقعد الف بيها لغايه ما ابويا تعب، فاشتغلت سواق خصوصي عند الناس الهاي اللي كانوا هناك. بس لما تعب جدا بقى اضطريت ان انا اخده وننزل القاهره عشان نبقى جنب المستشفيات الكبيره. بس نحمد ربنا يعني ان انا لما نزلت كنت لقيت شغلانه على طول مع مدام الهام. الف سلام عليك. بص، اهم حاجه ان هو ما يبقاش الموضوع لفظي. يعني ايه؟ مش فاهم. يعني روحي زوريه. بهزر بهزر يا ساره، انت مالك لقيتي كده ليه؟ في ايه؟ طيب ممكن تبطل كلام وتاكل؟ حاضر. ده جدو انت فين؟ انا وعلي عمالين بندور عليك. انا موجود يا حبيبتي جنب البوفيه. هو مروان ما قالش لحضرتك انه جاي؟ لا في الحقيقه ما قالش، هو من ساعه ما سابني وانا مانيش عارف اتكلم عليه. انا ومامي كمان اتكلمنا معاه، كل اللي قاله انه هو مش عايز يجي عشان ما يبوظلناش الحفله. دماغه ناشفه قوي، مع انه لما جه لوحده هنا انا تصورت انه هيوافق بقى على وجود علي، انما مفيش فايده، برضه عمال يعمل الحركات البايخه بتاعته دي. طب اكلمه انا؟ طيب والله يا ابني انا مش عارف، انا خايف تكلمه يتخانق معاك ولا حاجه. شكرا. طب انا هروح اقعد احسن، انا رجلي تعبتني قوي. اتفضل. انا موضوع مروان ده مأنب لي ضميري قوي. ما تفكرش كده يا علي، كل حاجه بتتغير مع الوقت صدقني. عندك حق، كل حاجة بتتغير فعلا. هو ايه موضوع مالك ده بقى؟ مالك؟ يعني لازم فيكي كده على طول، ولما جينا خرجنا خرج معاكي مهتم بيا. طب وانتي؟ حبي شايفه مناسب. طب وانتي شايفة ايه؟ مش عارف، في حاجز بيني وبينه، يمكن العقل الكتير اللي في الموضوع هو اللي مخليني متضايقة. نفسي علي أحبه وأتحب من غير حسابات العقل والمناسب واللي مش مناسب. أنا معرفش أنت مصاحب ولا لأ. لا أنا مش مصاحب. ولا عمرك صاحبت قبل كده؟ لا طبعا، عرفت بنات كتير قبل كده، بس عمر الحياة ما كانت مناسبة لإن أنا أحب. يعني كنت على طول بفكر في حاجات تانية أهم بالنسبة لي. طب خد بالك بقى عشان في بنات كتير قوي في الحفلة عينهم عليك. بس أنا مش واخد بالي من حد خالص. لا يا بنتي مفيش حد في البيت كله. اصل مش عايزاه يجي يلاقيني هنا. لا ما تخافيش، مش هيجي يلاقيكي هنا. وبعدين هو انا ما وحشتكيش ولا ايه؟ وحشتني قوي، بقالنا كتير ما قعدناش لوحدنا. ماشي نقعد لوحدنا بقى.
يا سار، ما لسه بدري، خليكي قاعده معنا شويه. مش هينفع تصدقيني، انا لازم امشي. طب خلي بالك على نفسك وانت مروحه. ميرسي يا حبيبتي. باي باي يا حبيبتي. بابا الحفله دي هتخلص امتى؟ ليه يا حبيبي؟ انا زهقت قوي، وبعدين الناس اللي في الحفله انا دول ما اعرفش حد فيهم. ما هو عشان كده يا ليلو احنا عاملين لك الحفله يا حبيبي، عشان تتعرف على الناس كلها. ايه لون؟ احنا هنقضي الحفله دي قاعدين كده ولا ايه؟ قاعدين ده ايه؟ دي شكلها صغر بتاع 20 سنه ولا ايه يا راجل؟ والله بقول لها كده. طب يلا اتفضلوا قوموا. خلاص ماما رقص. يلا. احنا زي ما رقصناش. يلا. ايه هيش؟ ايه عايز ايه؟ عايز ارقص. يلا. يلا. مش عايز ترقص؟ كل يوم بتحلوي عن اليوم اللي قبله، وانا ماسك نفسي بالعافيه. خليك بقى ماسك نفسك كده لحد ما نتجوز. هو انت صحيح هتيجي تخطبني امتى؟ انت شايفه الدنيا ملخبطه ازاي؟ موضوع اخوك اللي لسه ظاهر من قريب ده، وبعدين هو انا كل ما اجي اكلمك في نفس الموضوع تتهرب مني؟ انا ما بتهربش على فكره، انا بس مستني اخلص جامعه واشوف هعمل ايه بعد كده. ده على اساس ان انت لما تخلص جامعه تتعين في الحكومه. لا، ده على اساس ان انا لما اخلص جامعه مش مستني اخد فلوس من ابويا. انت بتقول اي كلام، عشان انت حتى لو اشتغلت هتفضل تاخد فلوس من ابوك. مفيش مرتب في الدنيا هيكفي الحياه اللي احنا متعودين عليها. مروان